خلينا نتكلم. بكرر انا وش كنت اقول يوم اقول لك الارقام تقول ان الهلال احسن من الموسم هذا. هي قضيه ترديد كلام. احسن الموسم الماضي قصدك؟ احسن موسم بالارقام. احنا لما نقول ان عدم تسجيله بيساعد الفريق على الانسجام، استقرار فني، استقرار لاعبين، احنا بنقول الان خذ درس، وهذا لازم الكل يستفيد منه. فييتو كيف حياته، كيف حياته كلاعب مع نادي الهلال، وشوف انجازه في الاخير، كيف طريقه تعاملنا مع اللاعبين، كيف طريقه تعاملنا مع صناعه الفريق. الرجل هذا ما كان احد يبيه، الرجل هذا يعني كانه عفش زايد نادي الهلال. وشوف وش سوى في مباراه النهائيه، وكيف طلع اخرج اللي عنده. احنا طريقتنا ما نبغى نتعامل، ابى اكررها ألف مره، بلاي ستيشن شيل بيع حط وابعد. الظروف اللي صارت فيها الهلال هي اللي خلت فيه انسجام فني، خلت فيه انسجام نفسي، خلت فيها روح داخل الفريق، خلت الفريق يعرف بعض، يحفظ بعض.